قبيل حلول شهر رمضان المبارك، يعيش المواطنين ببلدية غاض ظروفا معيشية صعبة، حيث اشتكوا مؤخرا من عدم إدراج المحافظ المالية لبعض القطاعات المركزية بمصارف المدينة، والتي تعاني أصلا من شح السيولة النقدية، ما صعب من مهمة تجهيز الأهالي لوازم الشهر الفضيل. قلة السيولة أثرت فينا حقيقة، نحن أرباب الأسر طبعا أثرت فينا حقيقة مع قلة، وفي مرتبات تو حاليا مرتباتنا المركزية جاية من طرابلس ما نزلوها في حساباتنا مع قرب شهر رمضان، والناس ما تعرف شو بتدير حقيقة، يبوا فضور ويبوا شمال ويبوا احتياجات من شهر رمضان، والمرتبات قاعدة في المصرف وما نزلوهم في الحسابات حقيقة، لابد مدير مصرف ولا المسؤولين يديروا لنا حل صراحة. النقص الحاد في السيولة وارتفاع أسعار السلع والخضروات واللحوم، إلى جانب ارتفاع تكاليف شحن البضائع ونقص الوقود، كلها أسباب أثرت في الناس على السوق رغم لجوء التجار للبيع بالإيداع المصرفي. في حاجات ناخذ فيها بعملية تحويلات يعني، لكن في حاجات اللي ما فيهاش تحويلات اسمها هذه عن طريق السلفة من الأصدقاء اللي عندهم إمكانيات زي التجار شو اسمها، حتى هم حتى كان بيعطوك حاجات بسيطة يعني، كمية بسيطة سلفوا لك يعني بقيمة بسيطة، بناء عليها على هذا يعني نمشوا حالنا شوي شوي، ومرات بالسلفة يساعدوك يسلفوا لك السلفة. الأزمات المالية لم تمنع أهل غات من البحث عن حلول لتوفير احتياجاتهم ولو بكميات قليلة بحسب إمكانياتهم، مناشدين المسؤولين بالمصارف بالإسراع في إيداع المرتبات في حسابات المواطنين وتوفير حلول كالبطاقات المصرفية الإلكترونية للحد من مشكلة النقص الحاد للسيولة المالية.